الصيام جنة، الصيام جنة. موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير الورى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. مستمعي الحياة فام، حلقة جديدة من حلقات الصيام جنة، ويسعدني أن أرحب بفضيلة الشيخ رضا القلادي فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل من يستمع إلى الحياة فام، إن شاء الله أن نوفق في هذه الحلقة وننفع الناس بإذن الله. سي منذر، مرحبا بك في هذا اللقاء المتجدد. بارك الله فيك سي محمد وسي رضا وكل السادة المستمعين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيام وقيام الجميع. سي رضا وسي منذر، لابد لنا من الحديث عن زكاة الفطر، بعض المعاني سريضة من زكاة الفطر. في مقدمة عامة عن زكاة الفطر، من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه أنه جعل معنى للتكافل، معنى كبير للتعاون بين المؤمنين، وهذا يعني نلقاوه يعني موجود سواء في زكاة الركن اللي هو المفروضة، أو في زكاة الفطر اللي مش نحكيه عليها نحن توا في هذه الحصة، أو في الصدقات، أو في الصدقات اللي هي يعني من المستحبات. هذا باش نفهموا معنى علو هذا الدين وهمة المؤمن في إعانة أخوه وفي إرضاء الله سبحانه وتعالى. نعرف نحن أن في الناس في المجتمعات فما القادر، وهذا الأغلبية لرب سبحانه وتعالى خلق الناس يعني درجات في الجسم في العقل إلى غير ذلك، فالقادر المستطيع يعني النسبة العالية من الناس هم اللي ينجموا يعملوا، ينجموا ينجوا، ينجموا يتعلموا، ينجموا ينفعوا، ولكن فما نسبة وهي قليلة، هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه غير قادر على العمل، غير قادر على الإنتاج، غير قادر على الفعل. هذا يعيله القادر، هذا يعينه المقتدر القادر من البشر، وهذا يعني يحقق معنى كبير في ديننا اللي هو التراحم. ونحن جبنا حصة، تحدثنا حصة كاملة في البرنامج هذا يعني الصيام جنة في رمضان، على يعني معنى التراحم في الإسلام، ومعنى يعني المودة، ومعنى التقارب، ومعنى المحبة اللي هي تحقق بإذن الله يعني رضا الله أولا، ثم انسجام المجتمع ورقيه وتطور وازدهاره، وتزول يعني الأحقاد بين الناس، وتزول يعني الشحناء، ويزول يعني الاحتقار الغني للفقير، أو حقد وبغض الفقير للغني، باش بهذه الكليات الكبرى في ديننا اللي هي يعني سواء ركن الزكاة اللي هو يعني يطول فيه الحديث، ومن أجمل الأركان يعني، ومن أعلى الأركان، ومن أنفع الأركان في المجتمع والإنسانية عامة. واليوم يعني نتحدث على فرع من فروع الزكاة اللي هي تسمى زكاة الفطر، صدقة الفطر. هذه بطبيعة الحال يعني سي محمد اذكر الحديث اللي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث. بالطبيعة قبل ما ندخل في الأحكام متاعها وندخل في جزئيات التفصيلات في الفقهية، يعني الكلمة هذه وحدها تشدنا إلى معنى عظيم اللي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث. فيزم يفهم الصائم، يراك يا إنسان مهما كنت، مهما كان درجة العبادة متاعك، مهما أراك في ضعف وراك في برحمة من الله تكتمل، ما دامك في ضعف راك ما تكتمل، ما تخلص وما تخرج من الضعف متاعك، وما تخرج من إنسانية الإنسان متاعك والبشرية اللي هي يعني صفة الضعف وصفة القصور، إلا بنعمة من الله وبرحمة من الله. فكان الوحي، وحي القرآن والسنة، كل وحي يعني هو اللي يخلص المؤمن من ضعفه، ويخلصه يعني من الدنيا اللي ركبت فيه على اعتبار بشر لو إنسان. فكان ديننا والحمد لله يرقى بالإنسان ويضع الحلول، مدام إنسان ضعيف، مدام إنسان يعني يخطأ، نلقاه أو في شرعنا في مناسكنا ما يحقق رفعة المؤمن وسؤدده، ويعني تطور المجتمع
وبطبيعة الحال يعني إبداع ورقي. هذه مقدمة عامة سي محمد. يعني بارك الله فيك سي رضا على هذا الاستفاضة الطيبة. سي منذر، لو كان تبين لنا بعض الأحكام التي تتعلق بزكاة الفطر، حكم هل هي واجبة هل هي سنة، ما هي حكم زكاة الفطر على من لمن تعطى وما يتعلق بهذه الأحكام؟ الحديث الذي ذكرته أنت سي محمد هو مروي عن سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من شعير أو غيرها أو تمر أو كذا. فهذا يبين أن زكاة الفطر هي واجبة، يعني بنص الحديث، وتكون على الصغير والكبير. مدام يعني قال فرض معناها هي تدل على الوجوب، تدل على الوجوب، يعني مش سنة ولا مستحب ولا مندوب. يعني لأن الفرض والواجب هنا بمعنى واحد عند المالكية، فيما عدا في باب الحج فرق ما بيناتهم بين الركن والفرض والواجبات، عندها كلام آخر. المهم هنا كي نقولوا فرض أو واجب هما بمعنى واحد. إذن هي فريضة تخرج على الصغير والكبير، حتى لو كانت ولد في آخر نهار من رمضان يجب علينا أن نخرج عنه زكاة الفطر، ما دام تولد قبل غروب الشمس متاع آخر يوم من شهر رمضان. والعكس لا سمح الله، لو أنه إنسان توفي قبل انقضاء أو آخر نهار من رمضان تسقط عنه زكاة الفطر. ولهنا يعني سببها زكاة الفطر، فما شو قال أنها تجب بغروب الشمس متاع آخر نهار من رمضان، فمشكون قال الفطر المراد به اليوم الأول اللي هو فجر يوم العيد، الناس تحوا مفطري. ومن هنا يختلفوا، فمشكون يقول معنى أن وقت الوجوب تكون بغروب الشمس من آخر نهار، فمشكون يقول هو بطلوع الفجر. يعني نحن هنا نأخذ القول أنه بغروب آخر بغروب الشمس معناها آخر يوم من رمضان. أما نجبوش إن نقدموها سي منذر على الوقت هذا بتقديمها، هو شوف يعني هو أولا وقت إيش تجب إما بغروب الشمس أو ويلزمها تخرج أو بطلوع الفجر نهار العيد، ويلزمنا نخرجوها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. معناها نلاحظوا من وقت الوجوب الوقت الإخراج الوقت ضيق. نعم، يعني إذا كان شو بغروب الشمس، يعني من اللي تغرب الشمس في آخر نهار في رمضان تتجب زكاة الفطر، ويلزمنا نخرجوا قبل ما نصلي العيد، معناه في ليلة واحدة يلزمك تخرج. نعم، بيومش نلقاه هنا هالفقير هذا. فنظرا ليضيق الوقت نتاع من وقت الوجوب الوقت الذي يجب أن تخرج فيه قبل الصلاة، الفقهاء تسامحوا قالوا يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو بثلاث. نعم، وهذا ما كان يفعله كبار الصحابة، يعني كلام الفقهاء ما هو خذوه من أفعال الصحابة، سادتنا الصحابة. نعم، والصحابة لا يفعلوا شيء إلا يكون عندهم فيه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إيش قالوا؟ قالوا يجوز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاث. يعني كما نقول إحنا من نهار 27 ولا من ليلة 28 الإنسان يولي يتوكل على ربي، نجم يخرج زكاة الفطر حتى يتمكن الفقير من أن يشتري بها حاجياته. واضح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم بها عن السؤال يوم العيد. نعم، فإذا كان الغرض هو إغناؤهم عن السؤال، وخاصة في زمن هذا، فالأفضل أنه يسلم يخليش الآخر لحظة، خاصة وأنه إحنا توا يوم العيد أكثر المحلات تكون مغلقة. فإذا كان أنت باش تعطيه يعني زكاة الفطر قبل ما وانت خارج باش تصلي العيد، ما هو ما عادش يلقى وقت باش يشري ملابس وما شابه ذلك، فاخراجها يكون قبل العيد بيومين او بثلاثة ايام لا اكثر. هذا على رأي المالكية. وفما شكون من الفقهاء يرى انه معناه كي يقترب الشهر معناه يستطيع انه هو يخرج حتى قبل ذلك. هنا نقتبل يا سماحة سي محمد، نبراه نحن النجم لهنا نعمل تقديم المصلحة أو مراعاة المصلحة على النص، أو النص صريح يعني أغنوهم بها يوم العيد أو عن السؤال، عن السؤال بها يوم العيد. نعم، هي المطلوب والنص صريح اللي هي معناه أن نبعد الفقير، نجنبه السؤال يوم العيد حتى يكون في سعادة، يكون في 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 باش ما يمدش يده نهار العيد. نعم، ما يجيش يمد يده، ما يمدش يده، مش في زلة. لكن اجتهاد الفقهاء هنا اللي هو مبني على كما قلت سيمندر على نصوص على الصحابة، إما أنه نقول شنو سخاء، يعني الحديث موش منسوخ
أو أنه اقتضت المصلحة أنه قدموا لا أباح الرسول صلى الله عليه وسلم بتقديمها يعني مش يكون أكيد مش يكون يعني من من عمل الصحابة أكيد مش يكون من موافقة النبي صلى الله عليه وسلم أن أباح النبي صلى الله عليه وسلم تقديمها بالرغم لأنه حث على أن تكون إخراجها يعني ليلة العيد أو صباح يوم العيد حتى واختلف له فيه رحمة شوف سيري ضالة سمحني قال فرض رسول الله زكاة الفطر من رمضان ما قال له شو وقت إيش يقع إخراج لكن هو حدد أنها تجب بكذا تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ولكن لهنا النبي صلى الله عليه وسلم أباح للصحابة تقديمها بيومين أو بثلاثة أيام الغرض منه شنو أن يتمكن الفقير من قضاء حاجيته وهذاك علاش فما وإن كان بعض المذاهب يجوزوا معناها كما نقولوا حتى قبل يومين أو ثلاثة ولكن المالكية قالوا هذا باش يولي يخرجها على المغزى المقصد نتاعها باش نجي أنا كيفاش نجي أنا من نصف رمضان نعطي زكاة الفطر من أول رمضان شكون بعض الآراء تقول من أول رمضان ينجم يخرجها ولا بعد عن المقصد وإحنا الفقهاء قالوا ما قارب الشيء يعطى حكمه ما دام قبل نهارين ولا ثلاثة يعتبر كاينه في النهار هذاك السي منذر حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر والحديث متفق عليه هنا أعطانا لمحة الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر لو كانت زي تبين هنا المسألة ذي الأصناف هي تكون مما يقتات ويدخر يعني مما يصع أن يكون قوت يعني أن نستعيش به كما القمح الشعير الرز تواجيك إنسان يقول لك مش ناكل في القمح أنا الصلب هذا ربما مش نفترض يعني سؤال آخر سي منذر وهو مطروح السؤال يعني ديما مطروح يعني أنا وقت لي أنا يجي للمسكين وتعطيه أنت صاع من الزبيب شنو مش عمل به الزبيب مش تعطيه أنت من كذا من كذا كذا بفرضا أنه تكدست عنده يعني الطعام هذاك عنا تغيير يعني هو الزبيب باهر وصير يضاء يستحقوه برشا أي بارك الله فيك في نفع كبير نفع كبير سير يضاء توا قلبت القمح يذول جماعة قالوا لي وصلت حتى 40 دينار نعم 40 دينار معناها نعم وخاصة التداعيات متاع الحرب هذية معناها إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية احنا معنا توا ذي التداعيات ومازال فما شوية مخزون عند الدول نعم معنا إذا كان توا يزيد يقل المخزون الله أعلم الأسعار وين بشتغل إن شاء الله قلوا صابة باهية احنا إن شاء الله صابة باهية إن شاء الله الله تحوجنا أمين أمين فالمهم معنا احنا شو نقوله هو الأصل أن يخرج من غالب قوت البلد هذا هو الأصل من القوت الغالب أيوه من القوت الغالب يعني تكون من القوت الغالب احنا القوت الغالب هو القمح اللين اللي هو الفارين نعم معناها احنا تو المفتي شنو يعمل هو يشوف يعمل احصائيه يشوف شنو اكثر الشيء يتناول نعم نلقاو احنا اكثر حاجه استهلاكا في الجمهوريه التونسيه هي الفارين شنو الفارين اللي نعملوا منها الخبز هذاك نعملوا منها العجين الفارين هذيك ناكلوه عجين فما من الفارين وفما اللي هو من القمح ولا من السميد لانه السميد ارقى شويه من الفارين ارقى من الفارين والاخرى من السميد يعني نعم فهو المفتي يقدر الصاع على هذا الأساس وإذا كان شخص هو في خاصة نفسه يأكل في القمح يأكل في حاجة هي أغلى من القوت الغالب يولي يستحب أن يخرج قيمة الصاع من قوته هو من يأكله يعني إذا كان هو مثلا ديما يأكل في خبز الشعير يولي خرج من الشعير يولي خرج قيمة من قيمة الصاع يخرجه من الشعير وإذا كان يأكل القمح يخرجه من القمح وإذا كان مش قدروه طبعا احنا بالقمح إذا كان القلب قلنا 40 دينار توا مش نمشي قلوا 30 32 نعم خدمت انت قبل راي 20 21 انا ناخذ ديما القمح هي يعني توصل توا فوق 30 شويه باه قول كي تبدا 32 هي القلبه فيها 6 صياع نقسم 32 على 6 8 اذا كان ب 32 دينار 32 على 6 يولي 5 دينارات ولا 2000 على 40 احنا توا مش نقيموها على قلنا 32
32 نقسموا على 6 32 نقسموا على 6 هي اكيد كي ضل 36 دينار القلبة على 6 6 دينارات 6 دينارات معناها بين ال 5000 وال 6000 نعم 6 في 6 36 نعم نعم بين 5 هذا هي الصاع الصاع معناها نحن باش نزيدوا السادة المستمعين خاطر باش يركزوا معنا طريف انه القيمة المحددة لزكاة الفطر شنية هي القيمة شوف بالنسبة للفارين هو اللي باش يعلن عليه المفتي نعم اللي هو باش يخرج من قيمة القامة نعم نشوفوا سوم القلبة متاع القامة ويقسم على 6 واضح إذا كان القلبة ب 36 دينار على 6 تطلع 6 دينارات في 6 36 عن كل فرد عن كل شخص من العيلة نتاعه اللي هي في كفالة خارج من القامة لا هذا للي ياكل قلنا ياكل القمح يستحب له محمد هو ياكل في القمح فرضا إنسان يمشي يشي كما يقول شيخنا قبل الله يرحمه يمشي للرحبة ويكيل القلبة به فرضا انه مشى شرا يندره مش ياكل قمح صافي تما مش ياكله معاه يعني شنو هي لا 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 مش هكا سي رضا شوف سامحني شوف اظن احنا كي باش نقدروا يا اما مشي خارج من الفارين يا اما مشي خارج من قيمته من القمح الواجب شنو هو سي منذر لهنا الواجب الواجب هو الفارين بالضبط اللي ياكل فيه هو القوت الغالي نعم الواجب هو الفارين انا راي ما نصعبوش على العباد يا سي منذر لا لا مانيش نصعب اسمع راه 5000 ويكون عنده 12 8 في العيله و يعني بقد معاه شكون يعني معاه يولي 10 12 معناه يخرج 60000 على 10 شوي شوف سامحني بشوي بين المسألة شوف احنا الواجب شوف قالوا اخراجها من القوت الغالب القوت الغالب هو الفارين يعني كيف نقدروا القلبة بالفارين كما باش يقدرها المفتي اللي يخرجها من الفارين فقد اجزاه وادى ما عليه من الواجب هذا اجزاه معناه اجزاء يعني ادى الواجب نتاعه قام بالواجب يكتفي بهذا 1500 1800 خرج الفين اللي هو باش يقول هذاك هو خرج عليه به توا فما اللي هو متعود هو في نفسه العام ياكل القمح الشهر لا لا في رمضان في رمضان يعني اذا كان هو في رمضان رمضان ياكل مثلا كل يوم القمح ولا ياكل كل ديما في القمة هنا يولي يستحب زيادة مش واجب عليه حتى لو كان انا كل ليلة نتعشى بخبز القمح ما لا يجب علي ان اخرج من القمح يستحب هل قلت ايوه يستحب بالقمح ايش باش يولي باش يولي يا ما 5000 يا ما 6000 يشوف سوم القلبة ويقسم على 6 استحباب يخرج من قيمة القمح هنا الشعير كيف كيف يشوف قلبة الشعير قداه ويقسم على 6 هل يجوز ان يخرج القيمة بإخراج القيمة أو ما يعادلها إحنا المشهور المذهب أنه لا يجوز إخراج القيمة نعم. يعني مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد والشافعي يعني يقولوا أنه يخرجها طعام لكن بعض المالكية أجازوا إخراج القيمة وهو موافق لمذهب الحنفية نعم الحنفية عندهم إما يخرج صاع من الطعام وإلا فارين ولا قمح ولا كذا أو ما يقابلها من القيمة والحنفية شي يقولوا أيهما أفضل يندرى الطعام ولا القيمة قالوا الذي يسد حاجة الفقير أكثر هو الأفضل عند الله بالضبط وهذا مقصد مهم جدا وكلام الحنفية في هذا يتماشى مع عصرنا هذا مش معنى يعني أنا كي نلقى سيري ضار الفقير كيف نعطيه قمح ولا نعطيه فارين يفرح بها خير نعطيه وتسد له الحاجة متاعه وتسد له حاجة نعطيه طعام إذا كان نلقاه ما بش يولي ناصب بها في الرحبة ويبيع فيها بشتر السوق وباش تعبوا يولي إعطاء القيمة هو أفضل له ولذلك الحنفية إيش قالوا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة من فرضيتها قال أغنوهم بها عن السؤال يوم العيد ولذلك إيش قالوا قالوا إذا كان القيمة تسد حاجته أكثر القيمة أفضل وإذا كان الطعام يسد حاجته أكثر نعطيه الطعام به هو هذا الخلاصة اليوم من يجمش واحد يجي يقول أنا خل نمشي للفقير ونشوفه يندرى أنه هو مش يسد الحاجة متاعه الطعام وإلا يندرى عنده طعام مكدس عنده قمح بزيد في داره يعني حاجة عملية العملية أكثر أيوة. هي أني موجودة يعني هذا الإفتاء أو هذا الرأي يعني بالنسبة للأحناف وبعض المالكية هانو يعني حقق المقصد أيوة. من التكافل اللي هو يعني مطلوب في الشرع أولا المقصد من 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 طهرة الصائم يعني كان الصائم أن تطهره من الرفث الثاني تحقق يعني
حاجة الفقير من عن العوز وعن الذل وعن المسألة. والله ممكن يكون سيرضى توغزلي في ظل هالأزمة نتاع الغذاء. ممكن وقت اللي أنت تجي فقير تقول له نعطيك قمح، يقول لك نعطيني قمح ما نحبش فلوس، ممكن ما يلقاهش القمح تاو موجود. راه احنا ما احنا عايشين في خاطر قلت نحن ما نسكروش الباب. اي ما نسكروش المسألة، الامر واسع يعني قد يبقى، لكن الواقعي اكثر هو يعني القيمه الواقعي أكثر. نعم الوقت يداهمنا، وسامحوني يا ستتي باش نسالكم على من تجب زكاه الفطر، خاطر هو الانسان يجب ان هو يخرجها سي محمد عن نفسه، الانسان هو يخرج على نفسه وعلى زوجته وعلى أبنائه وعلى أبويه إن كانوا فقيرين. أما الضيف هذا اللي مش نسلك عليه يجي يقول لك توا راهو ضيف جاء بحذايا السي رضا وعدى بحذايا 10 ايام في رمضان ولا جمعه يندرى يلزمني نخرج عليه الزكاه والفطر والا لا لا. هذا ما فيهش، هذا ما تخرجش عليه الزكاه. علاش؟ يعني حتى وان كان هو ضيف عندك ان شاء الله حتى لنهار العيد نفقته ليست واجبه عليك، انت مضيف وهو نازل في حكم الكرام. هذاك اكرام من باب الاكرام. به يقول لك ولدي هو يخدم لمحاله ولكن مازال عايش معايا في الدار وياكل معايا ويشرب، يندرى يخرج هو على روحه إلا أنا خرج عليه كابوه. هو والله هنا في الحالة هذية إذا كان هو عنده دخل خاص ويحب يخرج على نفسه هو الأصل أنه يخرج على نفسه. نعم إذا كان والده حبش يخرج عليه فلا مانع من ذلك. أنا سامحني الرأي، علاش؟ نعم. هنا أن مش رأي أنا، شكون مع شكوني أنا، ما عنديش رأي، معناها مجرد يعني فكرة. أن الابن اللي بيخدم نعم حمل المسؤولية، حمل المسؤولية مو شرعنا يقول معناها خرج يلزم يخرج. انت توا تعمل وانت معناها خرجت من مسؤولية بوك في النفقة، فالاصل ان يخرج على نفسه، خرج على روحه. اي معناها الافضل انه يخرج على نفسه، هو شو اللي عنده أسرة عودوا على المسؤولية بتاعه. نعم. هو إيه هذا هو الأصل يا سيدي، الأصل أنه هو حتى ولو هو مثلا عنده شهريته سواء كان يخدم في الخاص ولا موظف وساكن مع أبوه، والأصل أنه هو بشي خرج على روحه لأنه هو عنده زكرة. لكن إذا أبوه حب يخرج عليه نقول له خرج ما يسيلش. أنت عارف أنت ذكرتني الله يرحمه الشيخ عبد الرحمن، رحمه الله الشيخ عبد الرحمن خريف الله يرحمه، جاه واحد قال له يا سيدي راني أنا سنين ما سريتش علوش العيد، وراه واحد جاه ديلي علوش. قال له يصح هكا أنا ما سريتوش ونضحي بيه ولا إيش؟ قال له الله يرحمه قال له اهدي يولي تنضحي بي. رحمه الله رحمه الله. قال له اهدي يولي تنضحي، معناه أنا توا حديثنا قياس. إذا كان هو واحد عايش مع أبوه سيري ذار وهو إن شاء الله حتى شهريته زوز ملايين، وأبوه قال له أنت هيك تاكل معي نحب نخرج عليك، شو نقول له؟ لا أنت لا نجموش يخرجوا زوز مع بعض. لا هو لهنا احنا مو القضيه يلزم ساعه تحديد باش نعرفوا الفرض شكون على شكون، على الفرض على شكون. هو الاصل انه حتى ولو ابوه يصرف عليه المفروض يقول له يا بابا انا عندي شهريه ثاني باش نخرج زكاه الفطر على روحي. اذا ابوه قال له لا تو انا نخرج عليك والبوه خرج على ولده أجزأه، فمش يعني هو تبرع له كيما الاخر عهدلو علوش كاين وكله هو لان يخرج عنه. واذا كان هو قال له تو باش نخرج على روحه وبوه قال له نزيد نخرج عليه، يولي هوك هو اخرج على نفسه الواجب والبوه هوك تفضل عليه تولي من باب صدقه التطوع. يعني اذا باش يخرجوا الاثنين فماش مانع، لكن اللي خرجها الوليد هذيك باش نعتبروها فرض، واللي خرجها بوه هذيك تعتبر عباره صدقه خرج على ولده. سيمندر علاش قلت لك انا الحاجه هذيا؟ ساعات مثلا الولد كبر ويحب هو معناها يتحمل مسؤوليه، لكن البو يحس لا، يقول لك لا انا ولادي مني مني هما صاروا خرجه، يحس روحه كاني معناها ويني مهمتي ويني وظيفتي انا شبيني مش نفقدها، ما نحبش يفقدها، نقول له خويا خرج. قال لي هو الولد يخرج على روحه، هو ذاك هو الاصل، هذاك الواجب، وانت تحب تخرج خرج حتى ما تطيحش. ما فهمش معنى ما تطيحش القيمه نتاع الابوه. يا نعم يا نعم، يعني ياخذ بخاطر مو يعني ما يخرجش خاطر، هو كله فيه فضل. يا نعم. انت مش تزيد الفضل للناس، خليه يخرج هكيكة. يا نعم. والمال منتي والفضل. اخر سؤال سي منذر، من يستحق زكاه الفطر؟ لمن نخرجها؟ تعطى للفقير. نعم. يعني اللي هو يكون محتاج.
معناها في الضروريات نتاعو في يوم العيد معناها ناقص الدباش ولو كان من ذوي القرابة مثلا كما واحد يخر يعطي لأخته وإلا الخوه وإلا إذا كان محتاج معناها يجوز باش نقرر اللي مش واجب عليه يعني اللي هو فقطه ليست واجبة نعم فقط هذه هي بعض الأحكام فما ربما نقطة أخرى معناها من الأشياء اللي هي مستحبة في زكاة الفطر أنه كما قلنا يخرجها من القوت الأفضل من قوت أهل البلد يندب إخراجها يعني معناها أولا يكره الزيادة على الصاع أنا إلا الزيادة مكروه. الطفيفة اللي هي فيها التحري كذلك من الأشياء الجائزة يجوز أنه دفع أكثر من فترة واحدة الفقير واحد نعطيه برشا يعني نجم نعطيه حتى تعيلة كاملة نعم يكون أنفع ويجوز حتى أنه الصاع الواحد الفترة واحدة تتقسم هذا كذلك جائز ويجوز كما قلنا إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة كل هذه تدخل نعم هذايا سيدي في الخارج سيدي إذا ما عادش علينا وقت ممكن نجيو إن شاء الله إثر الفاصل فأقول السلام عليكم ورحمة الله. الصيام جنة، الصيام جنة، موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عدنا سيرضا، لابد لنا أن نتحدث عن صلاة العيد بما أن في آخر حصة ونستقبل إن شاء الله هذا العيد المبارك، لو تعطينا لمحة هكا عن صلاة العيد. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مانيش مش نتحدث عن الجانب الفقهي. الجانب الفقهي أو كمان سك مش نحكي على الجانب الاجتماعي أكثر منه أو جانب التشريع، تشريع الجميل في الإسلام أن ديننا يشرع الفرحة، يشرع تشريع، يشرع للفرحة ويشرع للابتسامة ويشرع للإسعاد الناس. يعني شوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قد ما عاش من ضغوطات في كل غزوات وفي يعني تكتل قبائل خارج المدينة على المسلمين، لكن مع هذا لما يعني يقوموا بالعبادة ويكملوا العبادة، خاصة يعني نتحدث على عبادة الصيام وعبادة الحج، لما تكمل العبادة يفرح المؤمن بالعبادة ويتسمى يوم العيد يوم الجائزة. يعني هذاك يعني مش يحقق فيه أو يأخذ فيه الجائزة متاعه هذيك اللي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم يعني هو يوم فرح، هما فرحوا باش، هما فرحوا يعني لما كملوا أكل منسك العظيم اللي هو الركن، سواء أمرتم بالصيام فصمتم وأمرتم بالقيام فقمتم. ديما يستحضر المؤمن أن أراه ديننا ما هوش دين يعني نقولوا نحن كل الضغط والعبادة والمشقة والعمل يعني بدون راحة، لا لا، فما يعني فسحة وفما أمل وفما يعني إسعاد وفما يعني سرور. وما أجمل يعني كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني أجمل الأعمال وأعلى الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مؤمن. يعني في تعداد للعيد أو في تحضير ليوم العيد البو يسعد أبناؤه ويفرح أبناؤه ويسعى إلى يعني مش كان أبناؤه زوجته زادة سيريزا اللي تغشوا علينا الزوجات وزوجته سي محمد عندك الحق، عندك ألف حق. ولا المدة اللي هي تعبت اللي هي تعبت علينا في شهر رمضان وطيب لنا في الطعام وفي الكوجينة نعم الملح يقولوا الملح، يقولوا الملح شنو حق الملح هذه عادة ولات حاجة جديدة كإكرام معناها للزوجة هم حتى من باب الإكرام كان إكرام بسيط يتعدى نعم. كان حاجة معناها هو على كل قدير وقدره عادة كل قدير وقدره ما يسألش تتعدى كل قدير وقدره ساعة من ساعة نعم ساعة. أما ما توليش لا أنا سمعت لا والله سمعت هذه حق الملح وشنية المسألة هذه اللي هي سبقت العيد اللي هي أصل ما معناش في الدين حتى كان عرف إذا كان يكون في مصلحة مرحبا مساش. أما إذا كان يكون في مفسدة يولي رياء ويولي تفاخر سوى هو سوى العيد يولي يحبط الأعمال هيك اللي عاملته الكل والمرأة ولي تشترط على زوجها يجمك تجيب لي كذا وهاي جارتنا شوف جاب لها زوجها وهاي الأخرى بنت عمي شنو جاب لها زوجها نولي ابتداع وليس معادي صحيح معاش اتباع ولا
الاتباع هو العيد، أن نفرح بالعيد. نعم. لكن أنا نعمل حاجة. هو السيريطا يلزم الرجل يكون سباق ساعة في المواقف هذه قبل ما هي تطلب منه زوجته، هو يسبق بالهدية وبالإكرام. رأوا من ديننا، رأوا من مصطفى. والعام 12 شهر مش كان في رمضان، خاطر هما واقفين وتعبين علينا في الـ في الـ في الأيام. كل شهر نعلن هدية، كل شهر نعلن نكرمه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يكرمهن إلا كريم. نعم. إيه لكن خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. هذه جميلة، وهذه يلزم نستحضروها في أن ربي سبحانه وتعالى مش حتى المصطفى يعني وعاشرونا بالمعروف، إيه يلزمنا نعاشروا بالمعروف، لكن المعروف اللي هو معروف. نعم. مش المعروف اللي مشط. أكيد. أنا ما غير ما تصير مشاكل معنا. أكيد. نعم. ما غير مشاكل ومن غير يعني حاجتين، لا رياء وتظاهر ويعني استعلاء، ولا يعني نقولوا نحن يعني تقتير، أكيد تقتير يعني اللي هو مردود زادة، اللي ما عنديش وما فماش وما فماش، كلاهما يعني فيه يعني شطط، كلاهما مردود في ديننا. نفرح وليداتنا وزوجاتنا بالمستطاع من غير بخل ومن غير إسراف. لا هذا ولا هذا. هو شوف سي رضا، فما معنى مهم جدا وإحنا نتكلم على العيد وفرحة العيد، هو النبي صلى الله عليه وسلم أورده بمعنى عام، ولكن هذا يتأكد في العيد خصوصا. احنا نعرف أن العيد هو يعني يوم متاع تزاور، أن الناس تسلم على بعضها وتفرح يعني بأن رب سبحانه وتعالى وفقها إلى عبادة عظيمة كعبادة الصوم. لكن مع الأسف نجد بعض الناس يبقوا متشاجرين ويبقوا ما يزوروش بعضهم وما يكلموش بعضهم في العيد، وأحيانا من الأمور اللي تقع ساعات واحد تلقاه عنده خصومة مع حد من أقاربه ولا مع حد من أصدقائه، يجي يقول لك هاي توا عيد وربي خلنا نمشي نسلم عليه وكذا، والكل يجي الطرف الآخر يصده، وهذا يقع أحيانا يقولوا لا أنت عملت فيا وما نسامحكش ولو كان كذا، أي موجود هذا. هنا فما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبه فيه أن الإنسان إذا أتاه أخوه معتذر مقبلش منه. نعم. شوف شو يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط من حديث سيدنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تنصل إليه فلم يقبل، يعني إذا كان جاء إنسان يعني يطلب منك في العفو، هيكش معناها تنص إلى إليه يعني قال لك أخوي سامحني راني غلطت في حقه وكذا، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فليقبل، عفوا قال من تنص إلى إليه فلم يقبل لم يرد علي الحوض، يعني يوم القيامة والعيد بالله يحرم من أنه يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا نحب نحذره من النقطة هذه. وفي رواية من أتاه أخوه متنصلا فليقبل منه محقا كان أم مبطلا، حتى لو هو مطالب، حتى لو كان أنت في قرارة نفسك ما سمحتوش ما يزمكش تقول وراني ما سمحتك. يعني علاش؟ لأن هو شوف، لأن هو ما أتاك إلا منكسرا، يعني نفرض هو أخطأ في حقك سواء حق أدبي أو معنوي أو كذا، وهو انكسر وجيك يطلب منك في العفو، فالشرع ما يحبش تكسر له خاطر، حتى لو انت في داخليتك في داخليتك ما سمحتوش يلزمك تقول له السماح، وهذا يحقق طهارة القلب. يعني نعم. قلبه طار هذا هي. وهذا يعني هو ما يكونش انه الانسان يشد الغيظ فهذه نقطة يعني حبيت ان ننبه اليها. ثم عليه وعلى ذلك لابد ان ندرك ان للعيد يعني احكام، اولا عندنا يعني احكام صلاة العيد، أولا صلاة العيد. صلاة العيد هي سنة عينية تتأكد على كل من تطلب منه الجمعة وهم الرجال البالغين الحاضرين غير المسافرين، يعني كل رجل تجب عليه الجمعة ما هوش مسافر في نهار العيد، فالسنة صلاة العيد في حقه هي سنة عينية متأكدة. شبعني عينية يعني يزم هو يعملها، ينبغي أن يفعلها هو، ما هيش فريضة. اللي ما يعملهاش منذر حرم خير كثير. نعم. اللي ما صلاش صلاة العيد حرم خير كثير، هو إذا كان صلاها مع خيان المؤمنين في بيت الله ولا في مصلى فهو خير عظيم، وإذا فاتته ما قامش ينجم يصلاها وحده قبل ما أذن عليه الظهر. حتى الوقت الظهر ينجم يصلي، يعني في وقت الضحى الكل ينجم يصليها ما دام الظهر ما اذنش يولي يصلي. هذا يدينا الوقت سيمون، وقتاش وقتها تبدا صلاة العيد؟ وقتها من بعد طلوع الشمس مضي حوالي
يعني ثلث ساعة أو نصف ساعة أو قامتين هو الأفضل في صلاة العيد أن نأخروها كما نقولوا بعد 40 دقيقة من الشروق يعني باش نصليوها. إذا صليها تقبل بعد 20 دقيقة من الشروق فقد أجزأت. فهو أجزأ هو نقطة صغيرة سيمان يعني تسمح بالنسبة لصلاة العيد الفطري تختلف على صلاة عيد الأضحى في الزمن يعني بالنسبة للفطر يوخر نخرو شوي عليه على خاطر فما اللي باش يخرج الفترة اللي ما خرجش يبحث يخرج يلوج يشوف كيفاش في فما الحساب نتاع القامة والقامتين الاضحى كلك عجل علاش باش تذبح تذبح الاضحى باش ما تعطلش الجزارة على الجزارة وحتى المحتاج تعطيه ذبحت اعطي هو البر تعجيل البر خرج في ساعة خرج البر هذه يعني مبنية بطبيعة مبنية على مقاصدها يعني مبنية على أمور فقهية يعني في عيد الفطر يستحب أن نوخر شوية صلاة العيد يعني بمقدار قامتين يعني 20 دقيقة في 20 دقيقة هكا باش نخليه وقت للي هو مازال ما خرجش زكاة الفطر أنه يخرجها وباش الناس تتجمع وكذا. بالنسبة لعيد الأضحى يستحب أنه نعجله يعني بعد 4 دراج نصلي وصلاة العيد من باب أن يستحب أنه الإنسان في عيد الأضحى أنه يبقى صايم ما يأكلش يعني في يقوم الفجر يخلي يروح صايم باش يكون اول في المندوبات نعم يعني في المندوبات اول حاجه يبدا ياكلها في عيد الاضحى اللحن. هو ياكل من الاضحيه نتاعو وبالنسبه لعيد الفطر العكس يستحب انه ياكل قبل ما يخرج التمرات يعني كان في الصيام ويخرج علامه على انه راه رمضان خرج نعم سي منظر كيفيتها توصلت العيد تفضل 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 ملاحظه جميله نحب انا اسوقها هو أن في العيد سبحان الله يلزم يستحضر المؤمن يستحضر المؤمن معنى الإباحة ومعنى التحريم. معنى الإباحة والتحريم في شنو؟ رأوا الإباحة والتحريم في ما هو مباح طعام في ذلك في يوم الصيام طعام المباح أرو محرم. شكون اللي يبيح ويحرم؟ شكون اللي يبيح ويحرم؟ هو الله سبحانه وتعالى. استجبنا لله سبحانه وتعالى البارح فكنا صيام محرم عليها أن نأكل المباح في اليوم نأكله في ليلا اليوم عيد محرم علينا أن نصوم ما يزلناش نصومه في يوم العيد هذاك لا يزمك تأكل وجوبا ويستحب ده. أنك تبدأ من قبل ما تخرج صلاة العيد أن هذه النقطة اللي حبيت أنا هنا كذلك ما زلنا احنا توسع في الحكم هذا قلنا بالنسبة للرجال هي سنة عينية بالنسبة للنساء هي مستحب يعني تولي مندوبة بالنسبة للصبيان وبالنسبة للنساء يعني الأفضل ما يحرموش أرواحهم من أنهم يخرجوا باش يحضروا صلاة العيد ويشهدوا الدعاء مع خيالهم المؤمنين فهذا أيضا مطلوب لكن قوة الطلب متاع حضور الصبيان والنساء مش كما قوة طلب الرجال الرجال يعني يتأكد في حقهم أكثر حضورهم لصلاة العيد. ثم لو أردنا أن نتكلم عن المندوبات المتعلقة بها يعني يندب أن الاغتسال قبل صلاة العيد والاغتسال هنا الفقهاء يقولوا يبدأ من سدس الليل الأخير يعني نشوف المغرب تاع آخر نهار في رمضان وقتاش أذن والفجر وقتاش ونقسم على ستة تيلاني الستة السدس التيلاني كما نقولوا يعني قبل الفجر بساعتين من زمان هكاك الإنسان أنه يغتسل قبل الخروج باش يخرج يكون في أتم نظافة وأكيد نجم يغتسل قبل الصبح نعم يغتسل قبل الصبح أي هذا هو نعم كذلك يندب التطيب أن الإنسان يتطيب وهذا خاصة بالنسبة للرجال أما المرأة فأنا تتطيب في بيتها إذا أرادت يوم العيد كذلك أن الإنسان يتزين بالثياب الجديدة ولو لغير مصلي حتى ولو يعني ولد صغير ما هوش باش يمشي يصلي ولا كذا يعني يستحب من باب إظهار النعمة وشكر الله عز وجل نعم كذلك المشي في الذهاب يعني من طريق ثم الرجوع من طريق أخرى وأن يكون ماشيا في الذهاب أما في الرجوع لو ركب فلا حرج
يعني هذا ندبا ايضا كي ظل بعيد مثلا كي ظل بعيد لا غالب لا نجم يخلي الكهرباء نتاعه بعيده شويه يعني يمشي على رجليه وبعد يمشي شوي يجمع ما بين الاثنين باش يتحرم. كذلك كما قلنا الاكل قبل الذهاب الى صلاه العيد يعني في عيد الفطر وانه يبقى يعني بدون اكل في عيد الاضحى. كذلك الخروج للمسجد أو مكان صلاة العيد لمن قربت داره مباشرة إثر طلوع الشمس يعني وقت اللي يصير الشروق أنه يخرج إذا كان داره قريبة وإذا كان داره بعيدة يخرج من قبل لا حرج في ذلك. كذلك التكبير في الطريق وهو ذاهب إلى المندوبات العيد من المندوبات رفع الصوت أيوة بالتكبير وإحنا مع الأسف السنة هذه يعني مهجورة عندنا مع الأسف هذا يمشي بثنية ويكبر أي معناها كانت موجودة قبل ممكن معناك الناس تخرج من دار ويخرج يكبر والناس يخرجوا مكبرين هذه العادة وجدتها عند أهل مصر لما كنت نقرأ في مصر الناس كل تخرج من ديارها تكبر فرادة وجماعة تلقى يمشي في الشارع الإمام يخرج به من داره نخرج يعني من دار ولا من مكان آخر يعني بالتكبير يعني مع المجموعة يعني نعم. كذلك قلنا أنه يعني التكبير معناها عند الذهاب إلى مكان الصلاة. كذلك يعني من الأشياء المستحبة أيضا هي قراءة في الركعة الأولى أنه يقرأ بسورة الأعلى أو سورة الغاشية وفي الركعة الثانية بسورة والشمس وضحاها ولا سورة والليل إذا يغش يعني نعاود إذن الركعة الأولى يستحب أن تكون بسورة الأعلى. تعطينا كيفية الصلاة ولا بقي في المندوبات سي منتر أي هي ما هذه دخلة في المندوبات اللي هي مرتبطة هذه بالصلاة نعم يعني أنه خطر ما زلنا ما اختيناش الكيفية يعني عادة التكبيرات العيد أنه نبدأ بالصلاة قبل نعم يعني أنه الإمام يسبق يبدأ الخطبة تسبق الخطبة ركعتين تكون جهريتين يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام تكون تكبيرات متتالية ويسكت سكتة ما بين التكبيرة والتكبيرة بما يسع المأمومين أنه ما يكبر باش هو المأمومين يعودوا يكبروا راه وبعدين ما بعد ما يكمل التكبيرات المتتالية يقرأ في الركعة الأولى استحبابا بصورة سبح اسم ربك الأعلى ولا صورة هل أتاك حديث الغاشي وفي الركعة الثانية إما بصورة والشمس وضحاها وإما بصورة والليل إذا يغش إذا مش حافظهم الصورة دول يقرأ بما تيسر نعم. قدر ما قلنا اللي هو فاتته الصلاة في الجماعة في المسجد النجم يقرأ في دار النجم يصلي في دار كان حافظ الصور هذوما فبها ونعمة إذا مش محافظهم يقرأ بما تيسر في النقطة هذه لو أنه ما إنسان مشي للجامع مش يصلي صلاة العيد وإذا به فاتته الركعة الأولى متاع صلاة العيد كيفاش يقضي الصلاة متاع العيد متاعه إذا فاتته وقت اللي باش يولي أدرك الركعة الثانية مع الإمام باش تولي هي اللي فيها ستة تكبيرات الإمام يقول هو باش يقوم التكبير القيام هو باش يكبر يدخل يكبر معاه وقت اللي يسلم الإمام يقوم هو تكبيرة القيامة ذيك للركعة الأولى اللي باش يقضيها ذيك تعتبر الأولى وبعد يزيد ستة تكبيرات أخرين يعني يوليو سبعة تكبيرات باش يجيو في الركعة الثانية به إيمان يحول الأولى للثانية يعني نعم به يعني نعم. لو أنه شخص تخل والإمام يكبر ما خلطش معها على السبعة تكبيرات خلط على التكبيرة الثالثة ولا الرابعة كيف يقضي لهنا باش يولي يكبر هو تكبيرة الإحرام باش يدخل في الصلاة ثم يكبر معاه بقية التكبيرات اللي هو أدركها فإذا أكمل الإمام التكبير وبدأ في القراءة هو وقتها يوالي التكبير اللي ناقصه يعني لو فرضنا هو مثلا كبر تكبيرة الإحرام والحق على ثلاثة تكبيرات يعني ناقصين ثلاثة فاتين ثلاثة ولوقت اللي يكمل الإمام التكبير يبدأ يقرأ في الفتحة والسورة هو وقتها يقولهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر يجيبه ربعات بصوت منخفض يعني احنا ما زلتش بعض الأشياء سيمنظر فيما يتعلق بصلاة العيد في صلاة العيد فما شكون معناها هكا خاصة في الإضحى يصلي صلاة العيد فقط بدون خطبة يعني يحضر لصلاة العيد ويخرج يشري يقول لك تو يهرب عليه جزار وربما حتى جزار هو بيدو
يصلي يقول صلاة العيد أو يزي يصلي صلاة العيد ويخرج. هذا فاته خير عظيم تجزئه، أما فاته هو حضر على صلاة العيد، لكن فاته خير كثير فيما قلت تعال الخطبتين، تعال الخطبتين اللي هي يعني المنسك الكامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك هو يعني خذوا عن مناسككم في الحج وتعم تعم يعني في كل هو لناس مهنة سيريضا هو أصلا توا إحنا حتى في الجامع سيدي عقبة ما يقع الضربين المدفع اللي ما يكمل الإمام الصلاة والخطبتين. ولهنا يلزم السادة المستمعين يفهموا أنه راه المشهور متاع مذهب الإمام مالك أنه حل الأضحية خاصة مثلا توا في عيد الأضحى ما يحل أنه الإنسان باش يذبح الكبش متاعه إلا بعد ذبح الإمام إلا بعد ذبح الإمام يعني ولذلك مجرد أنه هو يصلي ركعتين وبعد يمشي هو يذبح والخطبة ما زالت، هذه على قول الملكية لا تجزئه الأضحية متاعه. يعني السوريين ولا حقيقيين اللي ما عندوش أضحية، لا هو يولي يقدر يولي تقدير في تقدير الزمن. فما نقطة نحب أن نشير لها مدام نحن في عيد سواء الأضحى سواء الفطر، يعني بإشارة موجزة بسرعة هي يعني نسيان أو يعني ضياع منا منسك كبير يشبه منسك الأضحى اللي هو العقيقة. العقيقة بالنسبة للمسلمين بالنسبة للاجتماعيين كد تكون يعني لا وجود لها. علاش هي يعني لا وجود لها؟ يعني حلت محلها يعني مبتدعات أخرى، ولا الإنسان ماذا وقت اللي يجيب صغير هو يحل حلو هو يعملون درشنوة هم يعملون وينسى العقيقة، والعقيقة اللي هي منسك اللي هي مندوبة من المندوبات سنة مؤكدة كيف الأضحية العقيقة عندها نفس الحكم يعني بالنسبة للأضحية. على كل حال هذا يعني أنا نشير إليها على اعتبار أن ما نضيعوش مناسكنا ما نضيعوش ما هو يعني مطلوب منا شرعا وهو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من أحيا سنة يعني في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حقت له شفاعتي يوم القيامة. فهذا بطبيعة الحال نغير ونبدل ونرجع للأصل نرجع للعقيقة يزيا من كان قبل يعني الناس ما تعرفش جيب ولد منا ولا بنت هانوا مش عارف عمل لها سابع عمل لها حلو عمل شنو هو يوزع في الحلو على العباد. نرجع للأصل يعني العقيقة، هو حتى في حكم العقيقة حتى اللي يعرف اللي بوه لم يعق عنه ما يذبحلوش عقيقة نجم يعمل عقيقة على روحه هذا على رأي الشافعي يقول جوز على لا 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 اللي احنا عندنا شوف العقيقة عند الإمام مالك تكون في يوم السابع أو في اليوم الأربعتاش أو في اليوم الواحد وعشرين فقط إذا كان متفعلتش، يعني هو قياسا على الأضحية ما تكون ثلاثة أيام ولا لا. العقيقة سيد الإمام مالك قال تقاس عليها وبما أنها تكون في السابعة وهي السابعة وأربعتاش وواحد وعشرين إذا كان ما عقش البو ولا ما عندوش فلوسك أو سقطت. الشافعي يقولوا لا يقولوا تبقى في ذمة الأبوين إلى البلوغ ما يتيسر له ويولي خاطر ممكن وقت السابع ولا 14 ولا 21 يكون ما عندوش فلوس في الوقت ذاك. فهمت؟ إذا كان تيسر له بعد ولده مازال ما بلغش ينجم يعق عنه في أي وقت ما دام ما بلغش. المقصد هو أن نرجع للسنة هذه وبعدين عندهم إذا كان بلغ والديه ما عقوش عليه يجوز هو أن يعق على نفسه. هذه علاش أنا قلتها يعني أنا إحياء لسنة رسول الله كاو ربما مش موضوع أنا ما يدخل لكن تشابه شوية أي أنت عملت بينا خارجة شوية سيدة شوية العيدين يعني ما زلتش بعض الأحكام. المهم لأنا حبيت أقول أنه كذلك في الخطبتي العيد سواء في عيد الفطر والعيد الأضحى يندب تخليل الخطبتين بالتكبير يعني أنه يبدأها بالتكبير وأحيانا في وسط الخطبة يكبر بدون تحديد وبدون عدد معين. فهذا أيضا كذلك من المندوبات التي ترعى في هنا سي منذر بربي رسول الله من سنة رسول الله نعم. هنا كبر في العيد هنا نسينا ما سألناش على المسبوق لو أنه وصل إلى المسجد والإمام قد يخطب على المنبر ينجم يقضي الصلاة والإمام على المنبر ولا بعد تمام الخطبة؟ يعني هو لا حرج هي مدام سنة نعم. يعني ما فماش مانع أنه هو يسمع الخطبة ثم بعد يقوم يقضي الركعتين احنا هو مدام زال الظهر حتى للزوال حتى نعم. عنده الوقت الأولى أنه هو يقعد يسمع الخطبة مع الإمام ثم نعم. بعد ذلك يأتي بها. كذلك في عيد الأضحى
يستحب التكبير من ظهر يوم النحر يعني نهار العيد حتى الفجر اليوم الرابع. نعم. يعني 15 صلاة أنه يكبر 3 تكبيرات إثر كل فريضة من الفرائض. وكذلك يندب إحياء ليلة العيد ويندب إحياؤه يعني بقدر المستطاع. هنا فما شكون يقول السي منذر اللي هو الحديث ضعيف الذي ورد في إحياء ليلة العيدين، لو تبين لنا هالمسألة. يعني هو الحديث هو رواه ابن ماجه والحديث فيه ضعف أنه من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. نعم. ولكن هنا يلزمنا ننتبه أنه سادتنا الفقهاء الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهم هم يروون الأحاديث بأسانيدهم هم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك وقت اللي قال بندب إحياء ليلة العيد ولا الإمام أبو حنيفة ابن ماجه مازال موش في الوجود أصلا. فهذه الأحاديث مدام هما نصوا على هذا الحكم يعني هذه الأحاديث صحيحة بأسانيدهم هم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مدام هما نصوا على أنه يندب إحياء ليلة العيد فهذا ثابت يعني ثابت بالسنة الصحيح ما فيش كلام. معناها بحول الله أن القيام ذاك فيه فضل وفيه خير كثير وهنو كختام للشهر المبارك أن الإنسان يختم عمله، ولكن ما تنقطعش بحول الله القيام حتى بعد شهر رمضان. شكون سمحني للناس اللي قريب يلزم الناس بصلاة التسبيح ليلة العيد؟ فماش إلزام هو صحيح فماش إلزام هنا كل من باب النوافل هي معناها والتطوع. نعم التطوع والنوافل فيها خير لمن قام بها. وإذا كان واحد عمل قيام ليلة العيد يعني ما فماشي يعني أعلى من القرآن الكريم يعني ترتيب النوافل كما هو كما كان على المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا حب يعمل القيام ليلة العيد. نعم. وحتى يفهم أو حتى يحط في قلبه راني مانيش مش نودع العبادة مانيش مش نودع القيام. سيري ذا كلمة الختام في هذا الشهر المبارك وفي استقبال هذا العيد المبارك. طيب بارك الله فيك. ونحن تو الحمد لله يعني كنحب نوجز أنا الحصص اللي عملناها مع بعضنا يا ربي لك الحمد أن ربي وفقنا في العمل الجاد والعمل إن شاء الله يكون مثمر وإن شاء الله يكون في أجر الجميع. ثم يعني نذكر الأخيان يعني المستمعين الجميع ونذكر نفسي أن رب رمضان هو رب شوال وذي القعدة وذي الحجة كل أيام العام وكل شهور العام أرانا في علاقة مع الله متواصلة أرانا في تواصل أرانا في محبة مع الله سبحانه وتعالى لا نغفل عما بعد رمضان ونكون ثابتين بما يعني أهدانا ربي بما نزل علينا من رحمات حتى يتحقق الأجر الكامل ولله الحمد والمنة في كل ما يعني وجهنا ليه في كل ما اجتهدنا فيه. ربي يبارك فيك سي رضا سي منذر. والله يا سي محمد نسأل الله القبول يعني الفائدة أنه ربي إن شاء الله نسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل سواء بالنسبة لكل الأئمة اللي شاركوا في الحصص هذه. أمين. بالنسبة للإذاعة وكل القائمين عليها إن شاء الله في ميزان حسناتهم وإن شاء الله يكون ما وقع بثه ويكون إن شاء الله فيه نفع لخيرنا المؤمنين. أمين. ونرجو منهم الدعاء الصالح يعني هذاك الحاجة اللي نفرح بها قدام ربي سبحانه وتعالى. نعم. ونسأل الله أن يتجاوز عما كان في هذه الحصص من الزلل أو من التقصير. نعم. فما وفقنا فيه فمن الله وما أخطأنا فيه فمن أنفسنا ونستغفر الله. وأي إنسان يعني يريد أن يمد لنا النصيحة بمواضيع معينة ربما نتناولها في حصص أخرى إن يسر الله سبحانه وتعالى أو نصيحة وتوجيه من جزئيات سامعها في بعض هذه الحصص صدورنا رحبة تتقبل النقد وتتقبل يعني التوجيه وربي إن شاء الله يعيننا كاشنية غايتنا احنا غايتنا النفع وربي سبحانه وتعالى يتقبل منا وإياكم وربي يجعلنا عند حسن الظن. ربي يبارك فيك سي منذر ربي يبارك فيك سي رضا. ما بقي لنا إلا أن نشكر السادة المستمعين ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصيام جنة الصيام جنة موعدكم كل يوم مع مجالس الشريعة على أمواج الحياة فام. الصيام جنة.